أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه، أما بعد. دعوته صلى الله عليه وسلم الاثنين، دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان وهند، دول الاثنين أبو سفيان وزوجته هند دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا، وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام، سيدنا معاوية كان لسه صغير، وأنا غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لحقنا أو لحقنا. فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد، فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار أمامنا هنيهة ثم التفت إلينا فقال: يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبة، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم لأدخلن المحسن الجنة والمسيء النار، وأنا أقول لكم بحق وإنكم لأول من أنذرتم. وبيدعوهم كده الكلام ده في بداية الدعوة، بعدين هم أسلموا في فتح مكة، يعني شوف دعوته لهما في بداية الأمر وبعدين أسلموا في فتح مكة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قالت: أتينا طائعين. فقال له أبو سفيان: أفرغت يا محمد؟ قال: نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمارة وركبتها، أقبلت هند على أبي سفيان فقالت: ألهذا الساحر أنزلت ابني؟ قال: لا والله ما هو بساحر ولا كذاب، كذا في الكنز. شوف هند بشدتها دي اللي هي أكلت كبد سيدنا حمزة ولفظته أسلمت. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على هؤلاء من المشركين حتى أسلموا. دعوته صلى الله عليه وسلم لعثمان وطلحة رضي الله عنهما. أخرج ابن سعد عن يزيد ابن رومان قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما على إثر الزبير بن العوام، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي رواية بتقول إن سيدنا عثمان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه مع طلحة، غير الرواية الأولانية. فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا. فقال عثمان: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء، مكان مدينة في مشرق شرق الأردن على الطريق بين المدينة وعمان، بين المدينة وعمان، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام، لأن عثمان بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا مناد ينادينا أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة. يعني حتى الهواتف كمان أيا كان بقى الهاتف ده ملك أو جن أو إيه بيدعو إلى الإسلام. فقدمنا فسمعنا بك، وكان إسلام عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني سيدنا عثمان من السابقين إلى الإسلام. دعوته صلى الله عليه وسلم لعمار وصهيب رضي الله عنهما. أخرج ابن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ قال لي: ما تريد أنت؟ الاثنين اتقابلوا عند باب دار الأرقم، هم لسه ما دخلوش الإسلام، فبيقول له: أنت ماذا تريد؟ الثاني يقول له: أنت اللي عايز إيه؟ ماذا تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا ذلك حتى
ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا. يعني فضل طول اليوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيجلس في دار الأرقم مع المسلمين المؤمنين يذاكر معهم الإيمان. كأن الإيمان يا جماعة محتاج إلى مذاكرة، يقوى بالمذاكرة وبالصحبة الطيبة. حتى أمسينا ثم خرجنا ونحن مستخفون، فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلا رضي الله عنه. دعوته صلى الله عليه وسلم لأسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس رضي الله عنهما. أخرج ابن سعد عن حبيب بن عبد الرحمن قال: خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فأسلما، ولم يقرب عتبة بن ربيعة ورجع إلى المدينة، فكان أول من قدم بالإسلام بالمدينة اللي هو أسعد بن زرارة وذكوان. أسعد بن زرارة طبعا اللي كان مع سيدنا مصعب بن عمير بيمهد له طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة المنورة، وكان ينصره ويعني يقدم له الأشخاص. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الجماعة، في أفراد وفي يعني كان يدعو فرد أو اثنين أو جماعة ثلاثة فما فوق. مخاصمة رؤساء قريش النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم وما أجابهم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني الأسد والأسود بن المطلب ابن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا، أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. عايزين يجتمعوا بالنبي بقى بعد ما حصل صدى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء، يعني النبي يظن ويحسن الظن أنهم رغبوا في الإسلام أو راجعوا أنفسهم، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم سبحان الله، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك. احنا جايبينك هنا عشان ايه؟ يعني آخر كلام بقى. وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام. سفهت الأحلام يعني العقول والألباب، وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. الكلام ده بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يرد: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، يعني تكون السيد المطاع، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، يعني لو عايز ملك كمان يعني حاجة أعلى بقى تملك العرب، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، يعني تابع من الجن، وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي، فربما كان ذلك، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، إما تشفى وننفق عليك أموالنا كلها أو نعذر يبقى لنا عذر ساعتها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم، يعني نصيبكم، يبقى ده النصيب بتاعكم، لو قبلتم يبقى أنتم محظوظين، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي، إن تردوا علي دعوتي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا. هيبدأوا بقى إيه، يخشوا له في المستحيلات وعايزين يسخروا منه يعني، ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال، يبعد عنا الجبال دي، يعني يجعل لنا البلاد بتاعتنا تتسع، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، يعني خلي البلادنا يبقى فيها إيه، أنهار. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. وليبعث لنا من مضى من آبائنا، مش كده بس، كمان يبعث اللي ماتوا، آبائنا وأجدادنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، ليه؟ لأن هو كان يعني هو الملك بتاعهم، وكان هو اللي عمل لهم الملك والعز والشرف، ورجع إلى قريش الملك يعني. وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. يعني هو كان ممكن النبي يطلب المعجزات دي اللي هم طلبوها، وهو نبي يؤيد بالمعجزات، ولكن لم يفعل هذا لعلمه أن المعجزات مش هي سبب هداية الناس، الأمم السابقة جالهم المعجزات اللي طلبوها وزيادة، ومع ذلك لم يؤمنوا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الهداية ليست بالمعجزات. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق، يعني بتمشي على المعاش زينا، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك، يعني خلي ليك بيت كده من ذهب أو حاجة من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. طبعا الكلام بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم هيطول لسه شوية كمان، ووقت الحلقة شارف على الانتهاء، فإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.